وبالعودة إلى الضالع، ينضم إلينا عبر الهاتف من الضالع قائد الكتيبة الأولى باللواء الثاني مغاوير الرائد إبراهيم الشرعبي. مساء الخير مساء النور. سيد إبراهيم، اطلعنا بداية على مستجدات التصدي لهجمات ميليشيا الحوثي والخسائر التي تتكبدها بالمقابل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أشكركم على استضافتكم الطيبة. طيلة فترة الهدنة الدعم الميليشيات الإجرام الحوثية تقوم بمهاجمة موقعنا شبه اليومي بالطيران المسيرة، نعم، وتم إسقاط عدد فيها في الفترة السابقة، ومحاولة هجوم الميليشيات الحوثية في تاريخ 17 الشهر الحالي تم رصدها، وقامت مجموعة من الكتيبة الأولى بالالتفاف على قوات الميليشيات الحوثي التي كانت تعني الهجوم في جبهة الفاخر، وتم تكبيلها قتلى وجرحى العديد من الميليشيات الحوثية وأفشال الهجوم. نعم، بالنسبة للتصعيد الحوثي، كيف يتم التعامل معه من قبلكم؟ وهل تتوقعون أن يستمر الحوثي في تصعيده؟ التصعيد مستمر من 2019 إلى يومنا هذا. نعم. ونحن نقدم خسائر كبيرة في الأرواح والأثار. نعم، إذن الرائد إبراهيم الشرعبي قائد الكتيبة الأولى باللواء الثاني مغاوير، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من الضالع.